السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير. عليكم السلام. صباح النور. في آخر محاضرة لنا إحنا كنا اتكلمنا على الـ function of the motor cortex، واتكلمنا على الـ efferent pathways اللي بتطلع منه، وقسمناها لبيراميدال واكسترا بيراميدال تراكس، وعرفنا خلال برضه نفس المحاضره ايه هو المقصود بالابر موتور نيرون وايه هو المقصود باللور موتور نيرون. النهارده هنعمل مناقشه لموضوع يعتبر ابلكيشن على فهمنا للأبر واللور موتور نيرون والفانكشن بتاعت البيراميدال والاكسترا بيراميدال تراكتس مع اللور موتور نيرون. الموضوع هو تأثير ليجنز اللي ممكن تحدث وتؤثر على الأبر موتور نيرون أو على اللور موتور نيرون. والحقيقة أنا هتكلم الأول على الإفكت أوف ليجن في الأبر موتور نيرون، وبعدين هرجع أتكلم على اللور موتور نيرون وقارنه بالأبر موتور نيرون. عشان كده إحنا عارضين الموضوع سواء في السلايد اللي هنستخدمها دلوقتي أو في الكتاب عندكم في صورة تيبل جدول في مقارنة ما بين الأبر واللور موتور نيرون ليجن. احنا ذكرت لكم في أول كلامي دلوقتي إنه سواء البيراميدال أو الإكسترا بيراميدال تراكتس دول إفرنت تراكتس بتتجه لل anterior horn cells وللcranial nerve nuclei عشان تشتغل، وبالتالي هما الاثنين البيراميدال والاكسترا بيراميدال يعتبروا upper motor neurons. فإذا الـ upper motor neuron lesion is due to damage of both pyramidal and extra pyramidal tracts. الدمج ده عادة most commonly يعني بيحدث نتيجة hemorrhage أو thrombosis، لكن ممكن يحدث نتيجة حاجات تانية، ممكن يحدث نتيجة tumors، ممكن يحدث نتيجة تروما، أيا كان. المهم لما بيحدث damage in both pyramidal and extra pyramidal tract we get what we call upper motor neuron lesion. ينشأ من إن الـ upper motor neurons حصل فيها damage، هينشأ paralysis بالتأكيد لأن هي وظيفتهم الـ voluntary movement. طيب الباراليسيس ده هيأثر على ايه في الجسم؟ أكيد من معرفتنا بالباسويد اللي اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت تبينا إنه الـ left side of the brain بيكونترول الـ right side بتاع الـ brain بتاع الـ body. الـ muscles on the right side والعكس بالعكس. يعني الـ connection ما بين الـ brain وما بين المصل بتاعت الجسم is crossed. طيب الكروسنج ده سببه ايه؟ انه البيراميدال تراكت اللي نازل من البرين معظمه 85% منه بيعمل كروسنج في البيراميدال ديكاسيشن على مستوى المدلة اوبلونجاتا. طيب يبقى الفايبرز اللي جايه مثلا من الليفت سيريبرال هيمسفير او الليفت سايد موتور ارياز هتوصل للور موتور نيرونز على الرايت سايد اوف ذا سباينال كورد
ومنهم للمسلز اوف ذا رايت سايد اوف ذا بودي. بس السؤال دلوقتي هو لو حصل ليجن on the left side of the CNS الباراليسيس هيبقى فين؟ على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ الباراليسيس هيكون على الرايت سايد. طب هل دايما لو حصل ليجن في الابر موتور نيورون الباراليسيس هيبقى على الجهة المقابلة للليجن؟ يعني الليجن يمين يبقى الباراليسيس شمال، او لو الليجن شمال تبقى الباراليسيس يمين؟ الاجابه لا. ليه لا؟ لانه لو الليجن دي حصلت قبل ما الفايبرز تعمل كروسنج في البيراميدال ديكوسيشن يبقى الكلام اللي بنقوله صح. لو الليجن حصلت قبل ما الفايبرز تعمل كروسنج يعني above the pyramidal decussation يبقى البارالس هيبقى على الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي، الليجن شمال تبقى البارالس يمين. لكن لو الليجن حصلت below the level of pyramidal decussation يبقى الفايبرز دي اوريدي عملت كروسنج وبعدين الكروس دي فايبرز دي اتقطعت. الفايبرز دي راحت لفين؟ للمسلز اوف ذا سيم سايد اوف ذا ليجن. يبقى لو الليجن يمين المصل اللي هتتأثر هتبقى على الناحية اليمين. يبقى لو سمحتم الباراليسيس اللي نتيجة upper motor neuron lesion قد يكون contralateral hemiplegia وhemiplegia يعني paralysis of one half of the body، نص الجسم الشمال أو اليمين. وcontralateral يعني على الـ opposite side of the lesion. lesion حصلت شمال يبقى الparalysis هيبقى في نص الجسم اليمين والعكس صحيح. الكلام ده لو كانت الـ lesion above the level of the pyramidal decussation. والحقيقة this is the most common type of lesion. ليه؟ لأنه الـ most common site اللي بيحدث في lesion وتعمل upper motor neuron lesion بصورته الكاملة والكلاسيكية هو الليجن في الانترنال كبسول. اشمعنى في الانترنال كبسول؟ اصل الانترنال كبسول دي مكان ضيق جدا، كل الفايبرز اللي نازلة from different areas of the brain بتعدي فيها. فلو البلاس سبلاي اللي رايح للانترنال كبسول حصل فيه مشكلة سواء thrombosis أو هيموريج فكل الفايبرز اللي متجمعة في الحتة دي هتتأثر وتفقد وظيفتها وبالتالي هيحدث contralateral hemiplegia. لكن لو الليجن اللي حصلت أثرت على الـ upper motor neuron fibers اللي already عملت crossing في المظلة ونازلة على الـ opposite side of the spinal cord في الحالة دي هيحصل ipsilateral paralysis. Paralysis on the same side below the level of the lesion. بصفة عامة الparalysis بتاع أو اللي ناشئ من الأبر موتور نيرون ليجن بيتسم إنه الريكفري بتاعه is very poor وخاصة فيما يتعلق بالmuscles of the distal parts of the limbs. المسلز بتاعت الايدين. يبقى عرفنا الباراليسيس في الابر موتور نيرون ليجن may be on the same side of lesion or the opposite side depending على ال level of lesion. لو above the pyramidal decussation هيبقى contralateral hemiplegia. لو على نفس الجهة بتاعت البيراميد أو يعني على بعد ما حصل البيراميدال ديكاسيشن يبقى الباراليسيس هيبقى on the same side of lesion. في الحالتين الباراليسيس is characterized by poor recovery.
طيب ده بالنسبة للفولنتري موفمنت باراليسيس في صورة أو تأثير على الفولنتري موفمنت لوس اوف فولنتري موفمنت يعني باراليسيس. طب كمان بيحدث تغيرات في الماسل تون، بيحصل هايبرتونيا. الparalyzed muscles show hypertonia. ليه المسل دي بيبقى فيها هايبرتونيا؟ منطقيا كده هو الهايبرتونيا بتنشأ من زيادة الاكتيفيتي اوف جاما موتور نيورونز. طب هو الجاما موتور نيورونز بيجي لها سوبرا سباينال فاسيليتيشن وسوبرا سباينال انهبيشن، يبقى ده يدفعنا للاعتقاد انه في الابر موتور نيورون ليجن بيحدث loss of the extra pyramidal inhibitory influences on gamma motor neurons، فيقوم الفاسيليتيشن يبقى ليها الابر هاند، يقوم تزيد الاكتيفيتي بتاعت الجاما موتور نيورونز وتعمل هايبرتونيا of the spastic type spastic hypertonia اللي كنا سميناها قبل كده clasp knife rigidity. يبقى من مظاهر الابر موتور نيورون ليجن هو هايبرتونيا of the spastic type clasp knife rigidity and this is due to loss of the extra pyramidal inhibitory influence على الجاما موتور نيورون. طيب وبناء عليه لانه الستريتش ريفلكس هيبقى اكزاجيريتد نتيجه زياده الاكتيفيتي بتاعه الجاما موتور نيورون، فالديب ريفلكسز هتبقى هي كمان اكزاجيريتد. يعني اجي اعمل مثلا نيجرك عند المريض ده الاقي الريسبونس اقوى بكتير من الشخص الطبيعي. And this is of course observed فقط on the affected side. يعني لو المريض عنده right side hemiplegia يبقى لو عملت النيجرك في الرايت ني على الرايت ني يعني هيبقى exaggerated. كمان بتبان العلامة الكلينيكية اللي كنا وصفناها مع بعض قبل كده اللي سميناها كلونس، وقلت لكم الكلونس ده نتيجة the interaction ما بين الستريتش ريفلكس والانفرس ستريتش ريفلكس، ويحدث فقط في وجود هايبرتونيا، يحدث فقط في حالة وجود هايبرتونيا. طب ما احنا في الابر موتور نيورون ليجن احنا عندنا هايبرتونيا، يس، يبقى نتوقع نلاقي ايه؟ كلونس. يبقى المريض اللي عنده ابر موتور نيورون ليجن عنده كونترالاترال باراليسيس في معظم الاحوال، sometimes الليجن تبقى على نفس الجهة وزي ما وضحنا. نمرة اتنين بيبقى عنده زيادة في الماسل تون of the clasp knife type. نمرة التلاتة بيبقى عنده exaggeration في الديب ريفلكسز وعنده كلونس. بالنسبة للريفلكسز الأخرى السوبرفيشال ريفلكسز are lost اللي هم مين؟ الكريماستيريك ريفلكس والابدومينال ريفلكسز، لكن البلانتر ريفلكس ده بقى شوز بابينسكي ساين. لو تتذكروا برضو احنا جبنا سيرة البابينسكي ساين دي قبل كده واحنا بنتكلم على البلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس لو افكركم بيه ان لما بنعمل scratching the blunt object على السول اوف ذا فوت النورمال ريسبونس انه يحصل plantar flexion of toes
كل صابع رجلين تتني لتحت. في حالة وجود الأبر موتور نيرون ليجن بيحصل dorsiflexion of the big toe وفانينج of the other toes وبنسمي دي بابينسكي ساين. فكركم انه البابينسكي ساين دي او الدورسيفليكشن بتاع البلانتر ريفلكس ممكن يكون موجود في احوال طبيعيه في الاطفال الصغيرين قبل سن سنه او سنه ونص واثناء الديب انستيزيا واثناء النوم. Otherwise وجود البابينسكي ساين ده is a pathological sign. طيب المعتاد الحقيقه انه لما مصر تبقى paralyzed بمرور الوقت المصل دي بيحدث فيها ضمور اتروفي بتفقد جزء كبير من حجمها وكتلتها نتيجة عوامل مختلفة منها انه المصل ما بتشتغلش. هو نورمال العضلات بتحافظ على الكتلة بتاعتها والماس بتاعتها على الأقل من غير ما تقل ما كانتش هتزيد عن طريق ايه؟ عن طريق الـ repeated contractions. وكل ما بستخدم العضلة أكتر وأحط عليها حمل أعلى كل ما المصل دي بتنمو وبتكبر ويحصل فيها hypertrophy. لكن لو المصل بقت paralyzed مش هتشتغل وبالتالي هيحدث فيها atrophy. كمان من العوامل اللي بتساعد إن المصل تحتفظ بكتلتها بالماس بتاعتها ولا تعاني من الاتروفي هو ان الموتور نيرف اللي سبلاينج المصل دي بينقل لها مع الكيميكال ترانسميتر بتاعه استالكولين بينقل لها كمان مجموعه من المواد الكيميائيه اللي بتساعد في نمو العضله ومحافظتها على قوتها وحجمها بنسميها تروفيك سبستانسز. تروفيك يعني بتسبب نمو العضله. يبقى العضله الطبيعيه الشخص الطبيعي بتحافظ على حجمها وقوتها باي ريبيتد كونتراكشنز ونمره اتنين باي تروفيك سبستانسز transported to the muscle عن طريق الموتور نيرف سبلاي بتاعها. طيب المريض اللي عنده upper motor neuron lesion هو paralyzed يعني لو قلنا له يحرك جزء من جسمه اللي متعرض للهيميبليجيا مش هيقدر. ومع هذا مفيش wasting واضح في المصل يعني المصل لا تعاني من الضمور من الاتروفيا لا يبقى محتفظه بجزء كبير من حجمها وقوتها. السبب ايه؟ السبب ان الحاجتين اللي احنا قلناهم بيحافظوا على قوه المصل هم ريلاتيفلي مش متاثرين. ليه؟ اولا هل المصل دي ما فيهاش كونتراكشن خالص؟ لا فيها طبعا فيها على الاقل المصل التون بتاعها اللي قلنا حالا من دقايق ان ده مش التون مش موجود طبيعي كمان لا ده فيه هايبرتونيا يعني المصل فيها continuous resting contraction اعلى من الطبيعي وبالتالي هي مش مبطله شغل لا هي بتكونتراكت ده بتكونتراكت بصوره مستمره فالcontinuous contraction ده اللي هو التون اللي زيادة عن الطبيعي حتى بيحافظ على الماس اوف ذا ماسل. ونمرة اتنين هل الموتور نيرف اللي رايح للماسل مقطوع؟ لا
يبقى اذا الترافيك سبستانسز اللي المفروض توصل للمصل عن طريق الموتور نيرف هتوصل لها. وعشان السببين دول ان المصل فيها تون عالي وما زالت بتتلقى الترافيك سبستانسز ثرو ذا موتور نيرف سبلاي، فالمصل بتحافظ على حجمها وقوتها لدرجه كبيره، فما فيش significant muscle wasting. طيب في الأبر موتور نيرون ليجن لا يلاحظ وجود فاسيكيليشن. يعني ايه فاسيكيليشن؟ هأجل الكلام عنها لما اجي اتكلم عن اللور موتور نيرون حالا. بس مبدئيا كده في الأبر موتور نيرون ليجن there is no fasciculation. لو حاولنا نعمل electrical stimulation على المسلس بتاعت side of the body اللي فيه hemiplegia هنلاحظ انه فيه normal response للelectrical stimuli. يعني ايه؟ يعني في الشخص الطبيعي احنا عارفين بالخبرة هو المسل عشان تشتغل بelectrical stimulus خارجي مفروض ده يكون قوته قد ايه. لما نيجي في مريض عنده upper motor neuron lesion ونحاول نعمل stimulation بستيمولس ليه نفس القوه ونفس المواصفات بنلاقي ان المصل بتستجيب وبتعمل contraction. يبقى اذا المصل الاكسايتابيليتي بتاعتها طبيعيه وبتستجيب للالكتريكال ستيمولاي بصوره طبيعيه. ولو نفتكر مع بعض ان كان فيه اندكس للكونتراكتيليتي، انا اسف، اندكس للاكسايتابيليتي كان اسمه الكروناكسي. الكروناكسي ده كل ما بيطول كل ما معناها ان الاكسايتابيليتي اقل. ففي الابر موتور نيرون ليجن الكروناكسي از نورمال طبيعي. طيب انديكيتنج طبعا انه في نورمال اكسايتابيليتي. طب دول المواصفات او المظاهر بتاعت الابر موتور نيرون ليجن. طب في المقابل بقى المواصفات بتاعت اللور موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرونز، ارجع افكركم تاني، هما الانتيرير هورن سيلز بتاعت السباينال كورد والنيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرفز اللي ليها موتور فانكشن. كويس. الباراليسز ممكن يكون نتيجة lower motor neuron lesion؟ اه طبعا ممكن. طيب هل هو هيبقى في صورة hemiplegia برضه؟ يعني نص الجسم؟ لا مش هيبقى كده. ليه؟ لأنه عادة الليجن اللي بتحدث في CNS بتبقى ليجن في مكان معين. يعني ما ينفعش مثلا يحدث هيموريدج يقوم يأثر على اللور موتور نيورون في كل السباينال كورد. لا صعب جدا. وما ينفعش يحصل ثرومبوزس برضه يأثر على كل الكرينيال نيرف نيوكلياي. فعادة الباراليسيس بيبقى ريستريكتد للمسلز which are supplied by the lower motor neuron اللي affected بالليجن اللي حصلت. وبالتالي الباراليسيس بيبقى مقصور فقط على مجموعه من المسلز، ما بيبقاش واخد نص الجسم كله. يبقى الباراليسيس affects only the muscles supplied by the diseased anterior horn cells or motor nerves. ولأن اللور موتور نيرون
ما بيعملش كروسنج، فهو بيسبلاي المسلز اون ذا سيم سايد. يبقى لو حصل ليجن على الناحيه اليمين للور موتور نيرون هتعمل باراليسز لمسلز على الجهه اليمين من الجسم والعكس صحيح. يبقى اذا الباراليسز از اون ذا سيم سايد اوف ليجن، مفيش كونترا لاترال باراليسز في اللور موتور نيرون ليجن. الليجن اللي بتحدث في اللور موتور نيرون ليها اسباب متعدده، بس من اشهرها الحقيقه اصابه اللور موتور نيرونز بفيرال انفكشن. وكلنا عارفين ان الفيرال انفكشن في بعض الاحوال بتتغلب مناعه الجسم على الفيروس بعد شويه وتاثير الفيروس بيختفي. عشان كده بنقول ان في اللور موتور نيرون ليجن ريكفري ماي اوكير، الريكفري ممكن يحدث، على عكس الابر موتور نيرون ليجن اللي قلنا بيبقى فيه بور ريكفري. يبقى على مستوى الباراليسز في فروقات واضحه اهو، اللور موتور نيرون ليجن بتعمل باراليسز اوف جروبس اوف ماسلز فقط، لكن الابر موتور نيرون ليجن بيعمل باراليسز اون وان سايد اوف ذا بودي على بعض كله. اللور موتور نيرون ليجن افكتس ماسل اون ذا سيم سايد اونلي، ابر موتور نيرون ليجن كونترالاترال او على السيم سايد طبقا للليفل بتاعها. اللور موتور نيرون ليجن الباراليسز ماي شو ريكفري، لكن في الابر موتور نيرون ليجن الريكفري از يوجوالي بور. طيب ننتقل الى التون، ماسل تون في الابر موتور نيرون كنا قلنا ان فيه هايبرتونيا، في اللور موتور نيرون ليجن بيبقى فيه هايبوتونيا اور ايفن اتونيا، لوس اوف ماسل تون خالص، يعني الماسل بتبقى فلاسيد، يبقى الماسل بتبقى بارالايزد وما فيهاش تون، بنسميه عشان كده فلاسيد باراليسيس. كلمه فلاسيد يعني ارتخاء تام في العضله ما فيهاش تون. طب هو ليه في اللور موتور نيرون ليجن بيبقى مفيش ماسل تون او ماسل تون منخفض للغايه، هايبوتونيا اور اتونيا؟ لان التون قائم على الاسترتش ريفلكس. طب وهو الموتور نيورون مش جزء من الاسترتش ريفلكس؟ طبعا الافرنت بارت بتاع الاسترتش ريفلكس هو الالفا موتور نيورون. لو الالفا موتور نيورون ده بايظ يبقى الاسترتش ريفلكس ارك مقطوعه وبالتالي مفيش ماسل تون. يبقى الهايبوتونيا اور اتونيا is due to interruption of the stretch reflex. يبقى في اللور موتور نيورون ليجن we have flaccid paralysis، لكن في الابر موتور نيورون ليجن بيبقى عندنا spastic paralysis. spastic paralysis. طب نمرة التلاتة بقى الريفلكسز. طبعا ما فيش ريفلكسز، ديب ريفلكسز كلها absent. absent ديب ريفلكسز ليه؟ ما هي كل الديب ريفلكسز دي معتمد على ايه؟ اشارات من اي حته تخش السباينال كورد وتعمل سينابس على الالفا موتور نيورونز عشان تخلي مصر معينه تكونتراكت. فالالفا موتور نيورونز اللي هي بتبقى بايظه في اللور موتور نيورون ليجن هي مكون لكل الريفلكسز بتاعت السباينال كورد، وبالتالي كل الريفلكسز بتاعت السباينال كورد هتبقى افكتد، هتبقى ابسنت نتيجه انه الانتيريور هورن سيلز بايظين. يبقى there will be absent deep reflexes برضه في الافكتد ماسلز. يعني نفترض ان الالفا موتور نيورونز which supply المسلز بتاعت الارم هي اللي بايظه، يبقى السباينال ريفلكسز اللي بتحدث على مستوى الارم هي اللي هتبقى ابسنت، لكن اللي على مستوى الليج تحت
للرجل تحت ولا حاجه خالص، هو اصلا لا فيها باراليسز وكمان ما فيهاش طبعا اي تاثير على الماسل تون. طيب نمره 3 برضه السوبرفيشال ريفلكسز ار ابسنت. انا اتفقت معاكم كل الريفلكسز في الاخر بتصب في حته واحده اللي هي الموتور الفا موتور نيرون. الفا موتور نيرون بايظ يبقى الريفلكس واقف سواء كان سوبرفيشال ريفلكس او ديب ريفلكس. تمام؟ يبقى بصفه عامه في اللور موتور نيرون ليجن كل الريفلكسز سواء كانت الديب ريفلكسز او السوبرفيشال ريفلكسز ار ابسنت نتيجه انتربشن اوف ذا ريفلكس ارك، نتيجه انه الالفا موتور نيرون از ابسنت. اللوس اوف ريفلكسز يشمل مين؟ يشمل المسلز سبلايد باي ذا افكتد لور موتور نيرون. طيب في حالات اللور موتور نيرون ليجن الافكتد مسلز شو سيجنيفيكانت ويستنج، يعني بيحدث فيهم ضمور واضح وشديد جدا. ليه؟ طبعا مقارنة باللي قلناه في حالة الأبر موتور نيورون ليجن. في اللور موتور نيورون ليجن هل في مصل تون؟ لا مفيش. احنا قلنا كل السباينال ريفلكسز او الديب ريفلكسز ابسنت في المصل دي. يبقى المصل ما فيهاش كونتراكشن خالص، دي فلاسيد. وبالتالي ما فيهاش اي اكتيفيتي. والقاعده البيولوجيه الشهيره العضو الذي لا يستخدم يصاب بالضمور. فالسكيلتال ماسلز which are not supplied by motor nerve هيحدث فيهم wasting. نمره 2 التروفيك سبستانسز اللي ذكرنا انها بتوصل للسكيلتال ماسل عن طريق الموتور نيرف. طب اذا كان الموتور نيرف بايظ يبقى التروفيك سبستنسز دي مش هتوصل، وهذا سبب اخر لان الماسل بيحدث فيها ويستنج. يبقى السببين اللي منعوا حدوث الويستنج في الابر موتور نيرون ليجن موجودين في حاله اللور موتور نيرون ليجن، وبالتالي اللور موتور نيرون ليجن is accompanied by significant muscle wasting. في اللور موتور نيورون ليجن في المسلز افكتد يعني we can observe the presence of fasciculations. يعني ايه الفاسيكيليشنز؟ يعني لو نفترض انه اللور موتور سبلاي اللي رايح ليه muscles of the front of the thigh الكوادريسبس فيموريس الموتور نير سبلاي بتاعهم بايظ نتيجه لور موتور نيرون ليجن. لو راقبنا المسل دي لفتره راقبناها بالعين يعني هنلاحظ انه المسل بتعمل spontaneous contraction which can be seen under the skin. المصل بتعمل contraction خفيفة أقدر ألاحظ الكونتراكشن دي من تحت من على السكن، بتبان من تحت السكن. ال spontaneous contractions دي are due to denervation hypersensitivity. ما هي الماسل اللي بارالايز دي مقطوع عنها الموتور سبلاي بتاعها، يعني مفيش استايل كولين بيطلع في الماسل كفايه. فبرضه احنا عرفنا مع بعض قبل كده انه الريسبتورز بتاعه اي كيميكال ترانسميتر او هرمون لما الكيميكال ترانسميتر او الهرمون ده كميتهم تقل عدد الريسبتورز
بيزيد upregulation، فبيبقى الستركشر more sensitive to the transmitter. حاجة شبه كده بتحدث في حالة اللور موتور نيرون ليجن. الدينيرفيتد ماسل، الماسل اللي مش واصل لها الموتور نيرف سبلاي بتاعها، بتبقى هايبر سنسيتيف للاسيتايلكولين، فممكن تعمل سبونتينيوس كونتراكشن. طيب يبقى في الابر موتور نيرون ليجن مفيش فاسيكيليشن. ليه؟ سمبلي لان مفيش دينيرفيشن. قلنا في الابر موتور نيرون ليجن اللور موتور نيرونز ار انتاكت سلام، وبيشتغلوا بالريفلكسز، خلين المصل تون عالي وكل حاجه تمام، فبالتالي مفيش هايبر سنسيتيفيتي للريسبتورز، في كميه مناسبه من الاسيتايلكولين بتوصل للريسبتورز باستمرار، فما عندهمش الهايبر سنسيتيفيتي دي، وبالتالي no fasciculation is observed in upper motor neuron lesion، لكن في lower motor neuron lesion fasciculation is usually visible under the skin. برضو لو جينا نعمل electrical stimulation لمصل فيها lower motor neuron lesion، هنلاقي ان الالكتريكال اكسايتابيلتي بتاعتها بقت قليله، يعني تحتاج ستيمولس اقوى من المعتاد عشان تستجيب وتشتغل. والكروناكسي اللي احنا ذكرنا حالا من شويه انه اندكس اوف اكسايتابيلتي، الكروناكسي هنا از برولونجد، قلنا كل ما الكروناكس بيطول كل ما الاكسيتابيلتي بتبقى اقل، فهنا لان الاكسيتابيلتي قليله الكروناكس متوقعين انه يبقى برولونجد، هو فعلا برولونج. يبقى في اللور موتور نيورون ليجن الالكتريكال اكسيتابيلتي از ديكريزد والكروناكس از برولونجد. طيب كده احنا انتهينا من مناقشتنا ليه الفرق ما بين الأبر واللور موتور نيورون ليجند. وقبل ما نسيب قصة الموتور كورتكس والليجند الأبر واللور موتور نيورون ليجند، عاوزين نشوف مع بعض بسرعة كده What are the effects of lesion في الانترنال كابسول. انا قلت لكم من دقايق انه الانترنال كابسول دي حته ضيقه جدا بتمر من خلالها كل الفايبرز اللي راحة للكورتكس او اللي نادله منه، يعني هي الباثواي اللي بيتجمع فيه كل الموتور والسنسوري فايبرز اللي كونكتد للكورتكس، وبالتالي هي نقطه خطيره جدا الانترنال كابسول دي، والليجن اللي فيها هتعمل مشاكل متعدده. ايه بقى المشاكل دي؟ احنا نقدر نجمعهم في اربع نقاط: مشاكل على السنسيشنز، ومشاكل موتور، ومشاكل على الفيجن، ومشاكل على الهيرنج. اول حاجه كونترا لاترال هيميبليجيا اللي احنا لسه متكلمين عليها، This is upper motor neuron lesion leading to spastic paralysis on the opposite side of the body. كونترا لاترال هيميبليجيا. كويس. طب وماذا عن السنسيشنز؟ ما هو نفس الكلام، الفايبرز اللي ماشيه في الانترنال كبسول هي السنسوري فايبرز اللي جايه من الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي، سواء كانت ماشيه في السباينوثالاميك او في الدورسال كولم باثويز.
هما في النهايه بيوصلوا للثالاموس اوف ذا اوبوزيت سايد، ومنه عبر الانترنال كبسول يوصلوا للسيريبرال كورتكس. وبالتالي لو حصل ليجن في الانترنال كبسول كل السنسيشنز اللي جايه من الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي هتفقد، يبقى في كونترالاترال هيمي انستيزيا. كونترالاترال هيمي انستيزيا. طب وايه التاثير على الفيجن؟ بيحصل كروست هومونيمس هيميانوبيا، واعتقد انتم درستوا الموضوع ده في البراكتيكال كلاس، الايفكت اوف ليجن على السنسوري باث واي، وبالتالي انا مش هتكلم عليه هنا تاني. نمره اربعه الهيرنج. لما بيحصل ليجن في الانترنال كبسول بيحصل ديكريز في الهيرنج ابيليتي اون بوث سايدز على الودنين، لكن ما بيحصلش ديفنس. ليه؟ عشان احنا ذكرنا قبل كده انه في بايلاترال ريبريزنتيشن ل بوث ايرز على التو سايدز اوف ذا برين، وبالتالي لو ناحيه حصل فيها ليجن الناحيه الثانيه بتقدر تعوض شويه فلا يحدث كومبليت ديفنس. ده الايفكت اوف ليجن على في الانترنال كبسول على الموفمنت، على السنسيشنز، على الفيجن، على الهيرنج. ننتقل دلوقتي بقى الى البيزل جانجليا، وهديكم برضو بريك لمده 3 دقائق كده عشان نبتدي البيزل جانجليا واحنا مركزين وفريش.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستأنف بقى المحاضرة بتاعتنا. هنبتدي دلوقتي نتكلم على البيزل جانجليا. مبدئيا في نقطة كده شكلية لازم أوجه نظركم إليها، وإن كانت بقى خلاص أصبحت خطأ شائع فما مش هينفع يتصلح إلا بعد شوية، وهو اسمها نفس بيزال جانجليا. هو الحقيقة الاسم الصح علميا ليها إنها تكون بيزال نيوكلياي مش البيزال جانجليا. إيه الفرق بين الجانجليون وبين النيوكليوس؟ في عالم النيورولوجي والنيوروفيسيولوجي في مصطلحات متفق عليها. لو في تجمع للنيورونز outside the CNS بره السنترال نيرفس سيستم بنسميها جانجليون، في حين ان لو كان تجمع النيورونز ده موجود جوه السنترال نيرفس سيستم بنسميها نيوكليوس. وعشان كده احنا بنقول مثلا ان الكرينيال نيرف الاوريجين بتاعه طالع من الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي هو تجمع النيورونز بتاعت السيل بودي اوف ذيس كرينيال نيرف. طب البيزال جانجليا عباره عن ايه؟ هو عباره عن نيورونز، تجمعات من النيورونز موجوده جوه سي ان اس. ما اسمها جانجليا ليه؟ خطأ تاريخي وشائع ومنتشر جدا، عشان كده بقول لكم يعني تغييره بالكامل حاليا امر مش سهل. في جهات كثيره ابتدت الحقيقه تستخدم التعبير بيزال نيوكلياي، انا بس حبيت اقول انه سواء بيزال نيوكلياي او بيزال جانجليا هم يعنوا نفس الشيء. موقعهم فين البيزال جانجليا والبيزال نيوكلياي دول؟ هم موجودين في عمق السيريبرال هيمسفير. انتم لو تتخيلوا معايا بصوا كده، ده البرين وده الرايت وده الليفت سيريبرال هيمسفيرز، وده البرين ستيم اللي هيبقى نازل من هنا مطرح ما انا مشاور كده. في المضله وفيها البونس، فيها الميد برين، فوقيها السبثالامس ثم الثالامس. الثالامس اليمين والثالامس الشمال هو الكورتين اللي بنشاور عليهم كده هم اللي لونهم احمر. على جانبي الثالامس تقع البيزال جانجليا. يبقى البيزال جانجليا موجوده above the brain stem on both sides of the thalamus. وبتشمل البيزال جانجليا ده خمس اجزاء، ثلاثه منهم بيطلق عليهم البيزال جانجليا بروبر اللي هما الكوديت والبيوتامين والجلوبس باليدس بجزئيها الانترنال والاكسترنال بارتس. الثلاثه دول هما البيزال جانجليا بروبر اناتوميكال يعني، لكن السبثلاميك نيوكليوس والسبستانشيا نيجرا انضموا الى البيزال جانجليا دي وظيفيا لان هما الفانكشن بتاعتهم مرتبطه ببعض جدا، فبقينا نعتبرهم فانكشنالي جزء من البيزال جانجليا. يبقى البيزال جانجليا تشمل بقى في الاخر 5 نيوكلياي اللي هما كوديت نيوكليوس، بيوتامين نيوكليوس، الجلوبس باليدس بجزئيها، السبثلاميك نيوكليوس، والسبستانشيا نيجرا. الكوديت والبيوتامين دول مع بعض كده بيطلق عليهم ذا striatum اور ذا striate بودي اور ذا corpus striatum. corpus striatum ده باللاتيني، الانجليزي العادي striate بودي.
او ساعات بيطلق عليها ببساطه كده ذا سترياتم. طب ليه؟ لان زي ما هنشوف ان الكوديت والبيوتامين بينهم يعني تكامل واضح جدا في الفانكشن، في حين انه البيوتامين والجلوبس باليدس يطلق عليهم في الاناتومي اللينتيكولار نيوكليوس. والحقيقه احنا نادرا بنستخدم الاسم ده، ما بنحتاجش ان احنا نجمع البيوتامين والجلوبس تحت اسم واحد، لكن زي ما هتشوفوا بعد شويه احنا فعلا محتاجين نجمع الكوديت والبيوتامين تحت اسم واحد كوربس ستريات، يعني يعاملوا على ان هم يونت واحده، لكن ما بنحتاجش ان احنا نعامل البيوتامين والجلوبس باليدس ككيان واحد. امال الاثنين دول بنسموهم لنتيكولار نيوكليوس ليه؟ ده ديسكريبشن بتوع الاناتومي بيوصفوا الاماكن دي، فقالوا ان الاثنين دول مع بعض كده ممكن شكلا يشابهوا حبه العدس، فسموهم اللنتيكولار نيوكليوس. طيب دول مكونات البيزال جانجل. طب انا قبل ما اتكلم بقى على تفاصيل البيزال جانجل سواء الكونكشنز بتاعتهم او الفانكشنز بتاعتهم، عاوز اقول لكم انه لما اتكلمنا على السنسوري سيستم انا قلت لكم ان كل الاشارات بتاع السوماتيك سنسيشنز قبل ما بتوصل للسيريبرال كورتكس بتعدي على الثالاموس، وقلت لكم انه نقدر نعتبر ان الثالاموس ده هو مكتب السكرتاريا بتاع السنسوري اريا. مفيش حد هيخش على السنسوري اريا مباشرة من غير ما يعدي على الثالاموس. ده مش بس كده، ده كمان الثالاموس هو شخصيا يقدر يعمل بيرسبشن لبعض السنسيشنز. لو تفتكروا انه حاجه زي البين ممكن نستمر نحس بيه بس بمواصفات معينه حتى لو السنسوري اريا باظت. يبقى اذا الثالاموس هو مكتب سكرتاريا للكورتكس فيما يخص السنسيشن، ده مش بس كده، ده سكرتاريا ليها وظيفه كمان سنسوري، مش مجرد بتحول الاشاره وخلاص للكورتكس، لا ده هي نفسها ممكن تحس ببعض السنسيشن. طيب على مستوى الموتور سيستم، هل العلاقه ما بين البيزال جانجليا والموتور كورتكس هي علاقة مشابهة؟ الحقيقة علاقة مشابهة لدرجة كبيرة. بمعنى لو اعتبرنا ان الموتور كورتكس هو المتحكم الاعلى في الموتور اكتيفيتي، في الفولانتري موتور اكتيفيتي، هو المدير العام بتاع المؤسسة الخاصه بالفولنتري موتور اكتيفيتي، فيبقى البيزال جانجليا هي نائب المدير. وبين البيزال جانجليا والموتور كورتكس تعاون وتشاور وتوزيع للمهام كمان، زي ما كان بين الثالاموس وما بين السنسوري كورتكس تعاون ومشاركة في الوظائف. يبقى في الإنسان الموتور كورتكس هو الهاير أو الهايست موتور اريا أو موتور كنترول،
والبيزال جانجليا تحت. الحقيقة في بعض الانيمالز اللي الكورتكس بتاعها ما هوش ويل ديفلوبد البيزال جانجليا بتاعتهم هي الهايست موتور ليفل. الكلام ده بيبقى واضح جدا في الطيور مثلا. الطيور مخها الكورتكس اللي فيه بسيط جدا، والبيزال جانجليا هي تقريبا the highest controls center for voluntary motor activity. طيب اذا كنا عرفنا التصور العام ده، فان دلوقتي هنبقى محتاجين نعرف ايه طبيعة الكونكشنز اللي ما بين الموتور كورتكس والبيزال جانجليا اللي هتمكنهم من التشاور والتعاون مع بعض. طيب النيورال كونكشن بتاعت البيزال جانجليا ان جنرال بقى بتشمل كونكشن زي ما قلنا مع الموتور كورتكس، مع الكورتيكال ارياز. الكورتيكال كونكشن دي اللي هي ما بين البيزال جانجليا والسريبرال كورتكس يمكن وصفها بانها سيركت، دايره. الدايره دي ممكن تكون بين الكورتكس وما بين الكوديت نيوكليوس وبنسميها الكوديت سيركت، وممكن تكون بين الكورتكس وما بين البيوتامين ونسميها البيوتامين سيركت. يبقى بين الكورتكس وما بين البيزال جانجليا احنا عندنا تو كونكشن سيركتس، كوديت وبيوتامين سيركتس. طيب الكوديت سيركت دي مكوناتها ازاي؟ بتبدا منين؟ نيورونز موجوده من السنسوري والموتور والفيجوال والاوديتوري اسوسيشن ارياز. فاكرين الاسوسيشن ارياز دي دايما كنا بنقول ان وظيفتها انها تفهم السنسيشن، تفهم معناها. والفهم بتاع السنسيشن هو نقطة مهمة في توجيه الفولنتري موفمنت. يعني مثلا لو سمعت صوت جرس الباب بيرن، هو صوت جرس بس انا فهمت ان ده جرس الباب بالتعلم وبالخبره، فبناء عليه انا هقوم اتحرك عشان افتح الباب. كويس. يبقى اذا السنسوري اسوسيشن ارياز هتبعت المعلومات بتاعتها الى الكوديت نيوكليوس. بتتشاور معاها، يا ترى السنسيشنز دي اللي انا حسيتها دلوقتي وفهمتها مفروض يبقى رد الفعل الموتور عليها ايه؟ فالاشارات طلعت من الاسوسيشن ارياز راحت للكوديت نيوكليوس. جوه الكوديت نيوكليوس حصل اللي حصل الله اعلم، عن طريق كونكشن جوه تم تعديل الإشارات دي والإضافة عليها، وهتقوم الكوديت دلوقتي بيرسلها مرة أخرى للسيريبرال كورتكس. أضيف إنه فعلا حوار conversation، الكورتكس بعت للكوديت ياخد رأيها، الكوديت
فكرت وبعدين هتبعت الرد. هتبعت الرد ازاي؟ الكوديت دي بتبعت اشاراتها اولا الى الجلوبس باليدس اللي هي جزء من البيزال جانجليا. الجلوبس باليدس انا قلت لكم ان ليها انترنال بارت واكسترنال بارت. الانترنال بارت بتاع الجلوبس باليدس ده هو اللي الاوتبوت بتاع البيزال جانجليا بيطلع منه بصفه عامه. فتقوم الكوديت بتبعت اشاراتها الى الجلوبس باليدس، ومن خلال الانترنال بارت ده الاشارات طالعه وعاوزه توصل مره تانية للسيريبرال كورتكس. لازم تعدي على السكرتير بتاع الكورتكس اللي هو مين؟ الثالاموس. صح، هتعدي على الثالاموس. هل على نفس الفنتروبيدال نيوكليوس؟ لا، الفنتروبيدال نيوكليوس دي كانت بتستقبل السنسوري امبلسز، لكن اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده ما هوش سنسوري، ده موتور. فالاشارات اللي جايه من الجلوبس باليدس من الانترنال بارت بتروح للثالاموس الصحيح، لكن عند تو اذر نيوكلياي، واحده اسمها الفنترو انتيرير والثانيه اسمها الفنترو لاترال نيوكلياي اوف ذا ثالاموس. تقوم النيوكلياي دي تبعت الاشارات باك تو ذا سيريبرال كورتكس. لمين في السيريبرال كورتكس؟ مينلي تو ذا بري فرونتال اند بري موتور ارياز، المناطق الاماميه من الفرونتال لوب. This is called the caudate circuit. الكيميكال ترانسميتر بتاع النيورونز which discharge من الكورتكس للكوديت is mainly acetylcholine، في حين ان الكيميكال ترانسميتر internally في البيزال جانجليا هو الجاما امينو بيوتيريك اسيد. طيب، يبقى اول سيركت بدأت من السنسوري اسوسيشن ارياز، راحت للكوديت، منه الى الجلوبس باليدس، ومن الانترنال بارت اوف ذا جلوبس باليدس الاشارات راحت للفنترو انتيرير والفنترو لاترال نيوكلياي اوف ذا ثالاموس، ومنها باك تو ذا كورتكس في البري فرونتال والبري موتور اند supplementary motor areas of the cortex. كويس خالص، دي اول سيركت. ويعتقد ان السيركت دي مختصه بالجنريشن اوف ذا ايديا اوف موفمنت، انه تنشا من خلالها فكره الحركه. طيب، الإشارة رجعت إلى البري فرونتال والبري موتور والسبلمنتري موتور إيريا. البري فرونتال إيريز دي يعتقد إن هي دي المنطقة اللي بنفكر بيها. طب والبري موتور والسبلمنتري موتور إيريز دول المناطق الخاصة بالبروجرامينج اوف موفمنت. كويس، هنا هنبدأ السيركت الثانية اللي سميناها البيوتيمن سيركت. والبيوتيمن سيركت بتبدأ من حيث انتهت الكوديت سيركت. هي الكوديت سيركت كانت رجعت هنا، انتهت عند البري فرونتال والبري موتور والسبلمنتري موتور ارياز، او من البري موتور والسبلمنتري موتور ارياز دي هتطلع اشارات تروح الى البيوتيمن نيوكليس. وبرضه شيء ما هيحدث جوه البيوتيمن،
بتتعامل مع الإشارات دي، تعدل فيها، توضبها، تقول رأيها يعني فيما يختص بالبروجرام اوف موفمنت. ما هو أصل الإشارات اللي جت من البري موتور والسبلمنتري موتور ارياز هي خاصة بوضع البروجرام بتاع الموفمنت. على هذه المرحلة، مرحلة البروجرامينج بتاع الموفمنت، الإشارات أرسلت إلى البيزال جانجليا للبيوتامين من باب برضو التشاور. تقوم البيوتامين هتعدل في الإشارات وتقول اللي هي عايزاه، وهترجع الإشارات تاني للكورتكس. ما هو حوار رايح جاي، وعشان ترجعها للكورتكس يبقى الإشارات هتتنقل الأول للجلوبس باليدس للإنترنال بارت، ومن الإنترنال بارت اللي هو محطة الإرسال بتاعة البيزال جانجليا، مفروض الإشارة ترجع للكورتكس، يبقى لازم تعدي على الثالاموس. على مين في الثالاموس؟ نفس الطول نيوكلياي بتاع المرة اللي فاتت، فنترو لاترال وفنترو انتيرير نيوكلياي أو ذا ثالاموس. ومنه إشارات تتجه إلى البرايمري موتور اريا. برايمري موتور اريا حيث يتم الاكسكيوشن اوف موفمنت، تنفيذ الحركه بقى. يبقى احنا وصلنا لمرحله تنفيذ الحركه بعد ما حصلت مشاورات بين الكورتكس والبيزال جانجليا، بين المدير ونائب المدير. التشاورات دي كانت في المرحله الاولى منها خاصه بالايديا اوف موفمنت، فكره الحركه دي كانت مهمه الكوديت سيركت، ثم خاصه بالبروجرامينج اوف موفمنت دي في البيوتامين سيركت. وصلت الاشارات في الاخر بقى بعد ما البيزال جانجليا قالت رايها فيها، لتصل الى الموتور اريا of the cerebral cortex primary motor area المسؤولة عن الـ execution of the movement. برضو الكيميكال ترانسميتر بتاع الفايبرز اللي جاية من الكورتكس للبيزال جانجليا هو الاستايل كولين، وانترنالي في البيزال جانجليا الكيميكال ترانسميتر هو الجاما امينو بيوتيريك اسيد. طيب دول الكورتيكال كونكشنز، كونكشن اللي ما بين البيزال جانجليا والسريبر كورتكس. كمان البيزال جانجليا بينها وبين بعضها كونكشن داخلية ما بين الكوربس استرياتم والسبستانشيا نيجرا. الكوربس استرياتم عرفنا مع بعض ان هو بيشمل الكوديت والبيوتين، والسبستانشيا نيجرا هي النيوكليوس اللي وظيفيا منضمه للبيزال جانجليا. البيزال جانجليا من الكوديت والبيوتامين بتدشارج جاما امينو بيوتيريك اسيد فايبرز، يعني فايبرز الكيميكال ترانسميتر بتاعها الجاما امينو بيوتيريك اسيد للسبستانشيا نيجرا. الجاما امينو بيوتيريك اسيد اذا انهبيتوري نيورو ترانسميتر. السبستانشيا نيجرا نيورونز الدسشارج بتاعهم بيبقى كونكتد للكتيت والبيوتامين، والكيميكال ترانسميتر بتاعهم هو الدوبامين. اند اجين دوبامين is an inhibitory neurotransmitter. يبقى بين الاسترياتم وبين السبستانشيا نيجرا في mutual inhibition. الاسترياتم بتنهبت السبستانشيا نيجرا عن طريق الجابا فايبرز، والسبستانشيا نيجرا بتنهبت
الاسترياتم عن طريق الدوبامين. خليكم فاكرين ان الدوبامين سكريتنج نيورونز في البيزال جانجليا موجودين اساسا في السبستانشيا نيجرا، وهم انهبيتوري على الكوربس سترياتوم. طيب اخر مجموعه كونكشن للبيزال جانجليا هو الافرنت باسويز من البيزال جانجليا. افرنت يعني هيروح لبره بقى، يعني لنيورونز اخرى في السي ان اس. بصوا كده، من البيزال جانجليا سواء كوديت او امبيوتيمن وعبر الجلوبس باليدس انترنال بارت الاشاره بتصل الى السبستانشيا نيجرا والى السبثلاميك نيوكلياي والى الريتيكولار فورميشن. يبقى البيزال جانجليا النيورونز بتاعتها are connected to the subthalamic nucleus, the substantia nigra, والتلاتة بقى البيزال جانجليا والسبثلاميك نيوكلياي والسبستانشيا نيجرا they discharge to the reticular formation of the brain stem. ومن الريتيكولار فورميشن ده اشارات بتوصل لللور موتور نيورون ليجن عن طريق التراكس اللي ذكرناها قبل كده الاكسترا بيراميدال تراكس اللي هما الريتيكولو سباينال تراكت سواء الفنترال او اللاترال والروبو سباينال تراكت والفستيبولو سباينال تراكت. يبقى كأن البيزال جانجليا ملهاش كونكشن مباشر مع اللور موتور نيورون، يعني النيورونز بتاعت البيزال جانجليا ما تقدرش تروح للور موتور نيورون مباشرة وتأثر عليه، إنما الكونكشن بين البيزال جانجليا وما بين اللور موتور نيورونز بيتم indirectly عبر مين؟ عبر الريتيكولار فورميشن والريد نيوكليوس والفيستيبولار نيوكليوس. طيب دول الكونكشنز بتاعت البيزال جانجليا. ننتقل بقى الى الفانكشنز اوف ذا بيزال جانجليا. ايه هم وظائف البيزال جانجليا؟ زي ما هتلاحظوا معايا بقى دلوقتي احنا بنتكلم على الفانكشنز كلها طبعا موتور وكلها بتمثل اوجه تكامل مع السيريبرال كورتكس. اول وظيفه هي الكوجنيتيف كنترول اوف سيكونسز اوف موتور باترن. طب الفانكشن دي محتاجة توضيح الأول. نفهم الجملة. هنفهمها من الآخر للأول لو سمحت. يعني إيه موتور باترن؟ بالعربي يعني نمط حركي. يعني إيه نمط حركي؟ يعني موفمنت بتتعمل بنفس الطريقة بصورة متكررة. كل ما احتاجها اعملها بنفس الطريقه. زي ايه؟ ان انا اوطي اجيب حاجه من الارض واقوم تاني. او ده نمط حركي بيحدث كل مره بنفس الطريقه. كويس؟ طب هذا الموتور باترن بيتكون من سيكونس من الموفمنتس ورا بعضها. يعني زي ما قلت لكم كده انا هوطي اجيب حاجه من على الارض واقف تاني. هي دي مش حركه واحده. دي سيكونس من حركات ورا بعضها.
بتمثل موتور باترن. البيزال جانجليا بقى، بيزال جانجليا بقى ليها كنترول على السيكونس بتاع الموتور باترن ده. الكنترول ده بيتم ازاي؟ بانها بتمزج ما بين السنسوري انبوت اللي داخل للسنترال نيرفس سيستم والخبره الميموري اللي مختزنه في السي ان اس. كلمه كوجنيشن بالانجليزي معناها بالعربي ايه؟ كوجنيشن معناها بالعربي كده الادراك، يدرك الشيء. هو المزج ما بين السنسوري انبوت اللي جاي وما هو مختزن في الذاكره. الكوديت سيركت مع الكورتيكو سباينال تراكت بيقوموا بمهمه ان هما يسلكت and to put together in sequence الموفمنتس اللازمة لتحقيق complex goal. يعني ايه برضو؟ select هنختار، هنختار ايه؟ هنختار movements ضرورية عشان نحقق الكومبلكس جول. يعني ايه الكومبلكس جول ده؟ ان انا مثلا اوطي اجيب حاجه من على الارض واقف زي ما قلت لكم. انا الجول بتاعي ان انا اجيب حاجه من على الارض. وانا بعمل كده انا بعمل عده حركات متتاليه. متتاليه يعني ان سيكونس. وبالتالي وظيفة الكوديت مع الكورتيكو سباينال تراكت هو اختيار الحركات المناسبة ووضعها في تتابع مناسب عشان احقق الحركة النهائية اللي أنا كنت عاوز أعملها، الجول يعني الهدف. وفي مثالين دايما بنستخدمهم لتوضيح دور البيزال جانجليا في هذا الموضوع. المثال الأولاني لو واحد واقف في الشارع عند محطة أتوبيس ومنتظر أتوبيس معين برقم معين يوصل المحطة. أول ما الأتوبيس بيظهر من بعيد الراجل اللي واقف دوه بيشوف رقم الأتوبيس وبيعرف إن هو ده الأتوبيس اللي هو عاوز يركبه. يبقى حصل كوجنيشن اهو. بيقرب الاتوبيس ويهدي سرعته خالص، وكما هي العاده السيئه عند بعض سائقي الاتوبيس ما بيوقفش الاتوبيس خالص، يعني يا دوب بيهدي سرعته لاقصى درجه. فبيبقى مهمه الراكب اكثر صعوبه ان هو يقدر ينط يركب على اول سلمه في الاتوبيس اثناء ما الاتوبيس ماشي. طب الراجل عشان يعمل كده مطلوب منه سيكونس معين من الموفمنت يتحقق ورا بعضه بتوقيت مناسب. السيكونس ده مثلا اللي هو في حالتنا دي انه يجري خطوتين جنب الاتوبيس
وبعدين يمسك بإيده المقبض اللي جنب الباب، وبعدين يرفع رجله ينط بيها على أول درجة من السلم. أي خلل في السيكونس بتاع الحركات دي هيؤدي إلى فشل الراجل إنه يركب الأوتوبيس. أهو اختيار الحركات دي ووضعها في تتابع وراء بعضها بما يحقق الهدف إن الراجل يركب الأوتوبيس هو وظيفة الكوديت سيركت مع الكورتيكوسباينال تراكت. المثال الثاني، لاعب الكرة، لو افترضنا ان في لاعب كرة بيلعب مهاجم واقف وكان ظهره للمرمى بتاع الخصم، يعني هو باصص ناحية المرمى بتاعه، فزميله اللي في منتصف الملعب قرر يمرر له الكرة عشان يحاول يحرز هدف. ففي كرة جاية من منتصف الملعب إلى المهاجم اللي واقف قرب مرمى الخصم بس ظهره للجون. مطلوب من الراجل من اللاعب ده إيه؟ إنه يشوف الكرة جاية عليه يقوم يستقبلها ويسيطر عليها متبعدش عنه، وبعدين يلف بحيث ان وشه يبقى مواجه لمرمى الخصم ويشوط الكرة في اتجاه المرمى عشان يحاول يحرز هدف. هذه الحركات المتعاقبة من استقبال الكرة والسيطرة عليها والدوران وتسديد الكرة وسيكونس هدفه تحقيق الجول النهائي، ان انا اشوط الكوره في اتجاه المرمى عشان احاول اجيب جول. مين اللي اختار الحركات دي وحطها together in a sequence؟ هو الكوديت سيركت مع الكورتيكوسباينال تراكت. طب لو في خلل في البيزال جانجليا، هل الموفمنت دي مش ممكن تتعمل؟ يعني هل لعيب الكوره ده مش هيقدر يعمل اللي انا وصفته؟ الحقيقه هيقدر، بس هيعمله بصعوبه وبعدم مهاره وفي وقت اطول كتير من المفروض. يبقى في غياب الفانكشن بتاعت البيزال جانجليا الموفمنتس ممكن تتعمل بس ما بتبقاش سموث، ما هياش سهلة، المريض بيعاني عشان يعرف يقوم بيها. طيب تاني وظيفة للبيزال جانجليا هي التايمينج اند سكيلينج اوف موفمنت، ودي وظيفة الكوديت مع البوستيريور باريتال كورتكس. برضو التايمينج والسكيلينج ده معناه ايه؟ مثال مشهور جدا يوضح هذه الوظيفة. لو حضرتك بتلعب مع مجموعة من الزملاء واللعبة هي عبارة عن ايه؟ انه حضرتك ماسك في ايدك كرة صغيرة زي كرة التنس كده وبتحاول تنشن بيها تخبط بيها شخص معين من اللي معاك. لما بتيجي تقوم بالموفمنت دي تحدث الكرة تجاه الهدف اللي انت محدده. خد بالك انه عشان الكرة توصل للهدف ده
يعني تخبط الشخص اللي انت عاوز تخبطه بالكوره، لازم سرعه الكوره يعني قوه الحادثه بتاعتك تكون مناسبه، وده بيعتمد على الرينج اللي دراعي هيتحرك بيه قبل ما اقذف الكوره من ايدي. طوح ايدي المسافه بعيده عشان الكوره تمشي المسافه بعيده، وكمان اديها سرعه يعني احدف ايدي بقوه عشان تكسب الكوره سرعه، يقوم الموفمنت تطلع الرينج بتاعها كبير وسريعه بما يتناسب مع انها توصل للتارجت بتاعها في التوقيت اللي انا عايزه، كني بنشن يعني على هدف متحرك. يبقى لازم انا اعمل حساب حركه الهدف ده وبعده عني، وبالتالي حركه دراعي وانا بحدف الكوره تبقى لارج ولا سمول، حركه كبيره ولا صغيره، وسريعه ولا بطيئه، عشان في النهاية الكرة لما تطلع من ايدي توصل للهدف في التوقيت المناسب وتصطدم به. This is the function of the caudate مع posterior parietal cortex. Timing and scaling of movement. الوظيفة الثالثة للبيزال جانجليا هي الـ execution of pattern of motor activity. execution زي ما اتفقنا يعني تنفيذ الحركة بقى. يبقى البيزل جانجليا مش بس بتعمل planning وcognitive control وتختار، لا ده بتنفذ. execution of a pattern of motor activity. يعني ايه pattern of motor activity؟ يعني حركات نمطية. اهي البيزال جانجليا مسؤولة عن الاكسكيوشن بتاع الباترن اوف موتور اكتيفيتي. This is the function of putamen مع الكورتيكوسباينال تراكت. وهذا الباترن له امثلة كتيرة جدا. يعني لو حضرتك مثلا ماسك مقص في ايدك وبتقص قماش، او حركه ايدك اللي بتفتح وتقفل المقص repeatedly ده عباره عن pattern of motor activity، ده تحت مسؤوليه البيزال جانجليا. طيب ايه كمان؟ السبيتش، كلامنا، حركات اللي تحدث او الكونتراكشن اللي بتحدث في الماسلز بتاعت اللارينكس والفارينكس والتانج والليبس، ده باترن اوف موتور اكتيفيتي بيساهم فيه البيزال جانجليا. لو ماسك في ايدك شاكوش وبتخبط بيه عشان تدق مسمار، او الحركه دي باترن برضو المسؤول عنه البيتامين مع الكورتيكوسباينال تراكت. طيب دكتور، نعم معلش، هو ايه الفرق ما بين دي والكوجنيتيف كنترول؟ لا دي اكسكيوشن، يعني احنا تعدينا مرحله اختيار الانديفيديوال موفمنتس اللي هتكون الحركة الإجمالية. هنا أنا بنفذ الحركة فعلا بقى execution، فاهم؟ يعني كل حركة زي ما اتفقت معاكم قبل كده بتمر بثلاث مراحل: idea و program و execution. البيزال جانجليا بتساهم في الثلاثة الحقيقة. مساهمتها في الايديا هو عن طريق الكوديت سيركت الكوجنيتيف كنترول
cognitive control of sequence of motor. Cognitive control قلنا يعني ايه؟ يعني control معتمد على المزج ما بين sensory input وما بين memory محتفظ بيها في البرين. بناء على كده انا بختار الحركات المكونه للكومبلكس موفمنت اللي انا هعملها. دي الوظيفه الاولانيه. دي مرحله الاختيار. وبعدين نمره اتنين بقى احدد في السيكونس ده الحركه الرينج بتاعها قد ايه والتوقيت بين كل حركه والتانيه. دي الوظيفه رقم اتنين. نمره تلاته بقى تنفيذ بعض الحركات. بعض الباترنز اوف موتور اكتيفيتيز. زي ما قلت لك كده التنفيذ ده بيسبقه الاثنين اللي فاتوا. بيسبقه كوجنيتيف كنترول وبيسبقه التايمينج اند سكيلينج. هنا دي مرحله التنفيذ بقى. بيتدخل فيها البيوتامين مع الكورتيكو سباينال تراكت. طيب رابع وظيفة للبيزال جانجليا هي بقى اللي في الحقيقة مشابهة جدا للوظيفة اللي فاتت اللي هي initiation and regulation of gross intentional movement of the body. احنا المرة دي محددين انهي movements. في نمرة الثلاثة احنا ما كناش محددين movement ايه. فالاكسكيوشن اوف باترن اوف موتور اكتيفيتي ايا كان زي ما قلت لك من اول ان انت ماسك شاكوش بتدق مسمار او ماسك مقص بتقص ورق او ماسك قلم بتكتب كلها دي عباره عن باترن اوف موتور اكتيفيتي. تنفيذها بيتم بالتعاون ما بين الكورتيكو سباينال تراكت والبيوتامين سيركت. برضه الانيشيشن اوف جروس انتشنال موفمنت بقى مين اولا هم الجروس انتشنال موفمنتس دي وازاي عرفنا انه البيزال جانجلي مهمه ليها. الجروس انتشنال موفمنتس دي هي موفمنتس بتحدث مصاحبه لموفمنتس ثانيه. اكزامبلز كلنا عارفين ان واحنا ماشيين رجل اللي الاثنين بيبدل واحده بتطلع لقدام والثانيه بتفضل ورا وبعدين الخطوه الجايه يعكس. حركه التو ارمز بتمشي برضو خلف خلاف مع الرجل. بمعنى لو انا باخد خطوه برجل اليمين لقدام فدراعي الشمال بيتحرك للامام معاه وبعدين لما هاخد خطوه برجل اليمين اللي قدام دراع الشمال بيتحرك معاه. ده جروس انتشنال موفمنت بنسميه سوينجينج اوف ارمز اثناء المشي. كمان من الجروس انتشنال موفمنت الفيشيال اكسبريشن اللي هي عباره عن موفمنت بتؤدي الى تعبيرات على الوجه بتصاحب الكلام. يعني انا وانا بتكلم في موضوع بيبدو على وشي تعبيرات بنسميها الفيشيال اكسبريشن. سواء الفيشيال اكسبريشن او السوينجينج اوف ارمز في المرضى اللي عندهم ديزيزز اوف ذا بيزال جانجليا الموفمنتس دي بتختفي. قوم عرفنا بقى من كده انه اذا البيزال جانجليا مهمه للحركات دي. ده من الوظائف بتاعت البيزال جانجليا الانيشيشن اند ريجيليشن اوف ذا جروس انتشنال موفمنت زي سوينجينج اوف ارمز اند فيشال اكسبريشن. طيب الوظيفه رقم خمسه ان هما البيزال جانجليا كجزء من الاكسترا بيراميدال سيستم هما مختصين بالماسلز او بالموفمنتس اللي بتشمل البروكسيمال ماسلز اوف ذا بودي. بروكسيمال ماسلز اللي هما مين؟ الماسلز بتاعت
اللي حوالين الهيب جوينت، واللي حوالين الشولدر، والترانك اللي هم الاكزيال ماسلز، والجردل موفمنتس، الجردل اللي هو بيلفيك جردل وثوراسيك جردل. الموفمنتس اللي بتتحكم في الماسلز ديت، انا ذكرت لكم قبل كده ان دي وظيفه الاكسترا بيراميدال تراكت ميلي. بما ان البيزال جانجليا هي جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم، فبالتالي لابد ان احنا نذكر في وظائفها انها بتكنترول الاكزيال اند جيردل موفمنت، وده دور الجلوبس باليدس مع السب ثالامس مع البرين ستيم نيوكلياي. الوظيفه السادسه والاخيره هي تاثير البيزال جانجليا على المسل تون. In general, the basal ganglia are inhibitory to the muscle tone. In general, the basal ganglia are inhibitory على المسل تون. ولو تفتكروا يعني لما اتكلمنا على supraspinal control of all of the motor neurons، كنا ذكرنا من ضمن السنترز اللي بتتحكم فيه أو بتعمل inhibition of gamma motor neurons كانت البيزل جانجليا. These are the functions of the basal ganglia. ومن باب برضو التطبيق على الفانكشن بتاعت البيزال جانجليا، احنا هنناقش مع بعض واحد من اشهر الامراض اللي بتحدث نتيجة diseases affecting البيزال جانجليا. والمرض هو الباركنسونيزم، اللي هو بالعربي الشلل الرعاش. البيزال جانج الباركنسونيزم ده is usually due to lesion في substantia nigra. Degeneration of the neurons of the substantia nigra. نتيجة ايه؟ ممكن يبقى في الاولد ايج نتيجة اثيروسكليروزس، او نتيجة ساعات بيبقى نتيجة مش ديجنريشن يعني الفانكشن بتاع السبستانشا نيجرا تبقى قليلة نتيجة استخدام ادوية معينة. احنا كنا قلنا في الكونكشن بتاعت البيزال جانجليا ان في كونكشن ما بين الاسترياتم والسبستانشا نيجرا، وان السبستانشا نيجرا نيورونز سكريت دوبامين عند الاسترياتم. لو النيورونز بتاعت السبستانشا نيجرا دي حصل فيها ديجنريشن بينشا الديزيز اللي اسمه الباركنسونيزم. يبقى الباركنسونيزم is due to degeneration of dopamine secreting neurons في السبستانشا نيجرا. او ساعات صوره مشابهه للباركنسونيزم تحدث اذا استخدمت بعض الدراجز اللي بتعمل inhibition of the action of dopamine عند الاسترياتم. في بعض الادويه بتعمل blocking للإفكت of dopamine جوه السي ان اس، وبالتالي ممكن تحدث اعراض مشابهه لمرض الباركنسونيزم. بس في هذه الحاله لما بنوقف الدواء خلاص الاعراض بتختفي، لكن لو كانت المشكله هي degeneration للنيورونز دي فخلاص النيورون دي ماتت. طيب ايه المانيفستيشنز بتاعت الباركنسونيزم؟ الباركنسونيزم اول المانيفستيشنز بتاعته هو وجود muscle rigidity، يعني المسل فيها contraction عالي، تون عالي. الريجيديتي اللي في الباركنسونيزم is due to increased discharge من الالفا والجاما موتور نيورونز الاثنين، وده يفرقها عن الريجيديتي اللي كانت بتصاحب الابر موتور نيورون ليجن اللي اتكلمنا عليه في اول محاضره.
الاستاستيك ريجيريتي بتاعت الابر موتور نيورون كانت نتيجه زياده الاكتيفيتي اوف جاما موتور نيورون فقط، لكن هنا الالفا والجاما موتور نيورون الاثنين الاكتيفيتي بتاعتهم عاليه. وبالتالي فكرة الكلاسب نايف مش هتبقى موجودة. ليه؟ لأن الكلاسب نايف ريجيليتي كانت سببها إيه؟ إنه الاسترتش ريفلكس إز فيري أكتف. فأنا لما بحاول أعمل أحرك جوينت الاسترتش ريفلكس لأنه نشط بيعمل ريفلكس كونتراكشن يعاكس الحركة بتاعتي. أقوم أنا أزود مجهودي وأحاول حرك الجوينت اكتر، تقوم الاسترتش ريفلكس يعمل كونتراكشن اشد لغايه ما التنشن جوه المصل يزيد قوي يشغل الجولجي تندون ريسبتورز، تقوم تنشيت الانفرس استرتش ريفلكس وتخلي المصل تو ريلاكس سادنلي. ده ما بيحصلش في الباركنسونيزم. لانه ايه بقى؟ لانه both alpha and gamma motor neurons are stimulated activity بتاعتهم عاليه. يقوم لو مسكت مثلا الارم بتاع المريض ده وحاولت احرك الالبو جوينت فبلاقي في مقاومه نتيجه الريجيريتي. المقاومه دي بتبقى موجوده constantly and uniformly throughout the whole range of movement، يعني من اول ما ابتدي افرد الذراع لغايه ما افرده على الاخر انا بألاقي نفس المقاومه. فاذا الريجيريتي دي موجوده throughout the whole range of passive movement. بيوصفوها انها lead pipe rigidity. ليه lead pipe؟ pipe يعني انبوبه وlead يعني معدن الرصاص. lead pipe rigidity يعني الرصاص ده معدن لين نسبيا، يعني لو جبت أنبوبة معمولة من معدن الرصاص وحاولت أتنيها اتنين بتتني، بس طبعا بيبقى في مقاومة لازم أتغلب عليها. مقاومة الأنبوبة المعمولة من الرصاص دي أثناء ما بتنيها أو أفرتها هي مقاومة مستمرة throughout range of movement، شبه اللي بيحدث في الباركنسونيزم. عشان كده سموها ليد بايب ريجيريتي، ريجيريتي شبه الريجيريتي بتاعت انبوبه من معدن الرصاص. الريجيريتي بتاثر اكتر في الفليكسورز بتوع الجسم عن الاكستنسورز، ونتيجه كده الجسم بياخد كاركترستيك بوستشر وهو واقف على الاقل. الشخص وهو واقف لان التون في الفليكسورز اعلى من الاكستنسورز فالفليكسورز بيتفوقوا وبيبقى في فليكشن في معظم الجوينت بتاعت الجسم. فور اكزامبل هيبقى في فليكشن للترنك، الترنك مايل شويه لقدام، في فليكشن لللور لمب عند الهيب وعند الني، يبقى العيان واقف ويتأكنه تاني رجليه شوية. وكمان الارمز ار فليكسد عند الالبو. لو تخيلت الوقفة دي كده هي شبه وقفة الغوريلا. الغوريلا وهي واقفة بتبقى عاملة كده مايلة بجسمها لقدام شوية
ورجليها متنية شوية عند الني وعند الهيب، و الأرنب بتاعتها متنية شوية لفوق عند الإلبو. يبقى إذا الفلكسورز are more affected than the extensors، وده بيعمل ما يطلق عليه gorilla like attitude، ده وقفة الغوريلا. تاني مظاهر الباركنسونيزم هو تريمورز، والتريمورز دي ببساطة بالعربي يعني ارتعاش، ارتعاشات في الجسم. علميا التريمور ده معناها involuntary rhythmic alternating contraction of antagonistic muscles. antagonistic muscles يعني muscles الاكشن بتاعتها عكس بعض، يعني flexor و extensor مثلا، بس بيشتغلوا على نفس الجوينت. فالflexors بيعملوا حركة للجوينت في اتجاه، والantagonistic بتاعهم بيعملوا extension بنفس الجوينت. لو الماسلز دي اشتغلت بصوره انفولانتري ريزميك بايقاع معين، والترنيتنج يعني بيبدلوا مع بعض، يعني والفلكسور بيعمل كونتراكشن، الاكستنسور بيكون ريلاكسد، وبعدين يتبادلوا الادوار، الاكستنسور يبقى بيكونتراكت والفلكسور بيريلاكس. ده اللي بنقصده انه التريمورز عباره عن انفولانتري ريزميك الترنيتنج كونتراكشن of antagonistic muscles، تقوم تخلي أجزاء من الجسم ترتعش، يحصل فيهم تريمورز. وعادة التريمورز دي في المراحل المبكرة من المرض بتظهر، أول ما بتظهر في الهاندز وفي الجو في الفك، تلاقيهم بيرتعشوا. حركة التريمورز دي بيشبهوها بحركة البيل رولينج، يعني أكن شخص ماسك سبحة في إيده وبيسبح ويحرك الحبيبات بتاعت السبحة بين صوابعه، الوضع اللي احنا بنستخدم فيه السبحة. فبيسموا التريمورز دي بتاخد شكل ايه؟ البيل رولينج، يعني ان انا ماسك سبحة خرز في ايدي وبحرك الخرزات بتاعتها بين صوابع. التريمورز دي اللي هي involuntary rhythmic alternating contractions بتحدث بفريكونسي مقدارها 4-6 per second، سريعة، يعني تريمورز سريعة، ارتعاش بيحدث بمعدل من 4-6 مرات في الثانية. وحاجة مهمة جدا بقى في التريمورز دي انها بتبقى موجودة during rest، يعني طول ما العيان قاعد ما بيعملش حاجة تلاقي دي بتترعش. لو ابتدى يعمل voluntary movement بايديه التريمورز دي بتقل خالص وساعات تختفي بالمرة. فعشان كده بنوصف التريمورز دي انها resting tremors because they disappear during voluntary movement. طيب ثالث manifestation هي البراديكاينيزيا والايكاينيزيا. يعني ايه براديكاينيزيا ويعني ايه ايكاينيزيا، كمان معاهم يعني ايه هايبوكاينيزيا؟ طب نشوف المعاني الاول. نمرة واحد، كلمة براديكاينيزيا معناها انه الحركة بطيئة، اي حركة العيان ده بيعملها بتاخد وقت اطول من الشخص الطبيعي. نمرة اتنين، هايبوكاينيزيا، هايبوكاينيزيا يعني الرينج اوف موفمنت بيبقى اصغر من الطبيعي، decreased range of movement. والنمرة التلاتة الإيكاينيزيا معناها difficulty in the initiation of movement، فهو في
بدء الحركه. يعني المريض اللي عنده باركنسونيزم ده لو دخلت عليه ومديت له ايدك عشان يسلم عليك، لانه عنده برادكاينيز يعني بطء في الحركه، والرينج بتاع الموفمنت عنده قليل، وعنده صعوبه في انه ينيشيت الموفمنت اصلا، ولما هتبقى انيشيتد هتاخد وقت اطول والرينج بتاعها هيبقى اصغر، فهيبدو ليك كده انه مش عاوز يسلم عليك لانه هو بيحاول بس هو عنده مشكله صعوبه في انه يبتدي الحركه، والحركه لما بتبتدي تحصل بتبقى بطيئه جدا والرينج بتاعها صغير، برادكاينيزيا اند هايبوكاينيزيا. بيترتب على دول، على البراديكاينيزيا والهايبوكاينيزيا والايكاينيزيا، انه الاسبيتش بتاع المريض ده بيبقى مونوتونس. مونوتونس يعني ايه؟ يعني على وتيره واحده. كلنا لما بنتكلم صوتنا بيعلى ويوطى وطريقه كلامنا بتسرع وتبطأ بما يتلائم مع معنى الكلام اللي احنا بنقوله. احد وسائل نقل المعنى هو اللي انا بقوله لكم ده، ان انا اعلي صوتي امتى واوطي صوتي امتى، اسرع كلامي امتى وابطئ كلامي امتى، كل دي تغيرات في نمط السبيتش بتاعي. المونوتونس سبيتش ده معناه ايه؟ انه بيتكلم زي المكنه. فما عندوش التغيرات في نبرة الصوت اللي موجودة عند الشخص الطبيعي وهو بيتكلم. This is what we call monotonous speech. كمان بيبقى عنده ماسك فيس، يعني ما بيبانش على وشه تعبيرات وهو بيتكلم، وده طبعا سببه ايه؟ loss of the gross intentional movement. احد وظائف البيزال جانجلي اللي قلت لكم الحقيقه احنا عرفناه بالعكس، ان لقينا العيانين اللي عندهم باركنسونيزم ما عندهمش facial expression ماسك فيس يعني، ففهمنا ان الجروس انتشنال موفمنت دي من وظائف البيزال جانجلي. طيب كمان بيبقى عنده صعوبه في البلع عشان العضلات اللي بتبلع بيها فيها نفس المشكله، بطيئه وبتبتدي تتحرك بصعوبه والرينج اوف موفمنت بتاعها صغير، نفس المشاكل دي موجوده في الماسلز بتاعت السوالوينج، فبيبقى عنده ديسفيجيا صعوبه في البلع لدرجه انه مش بيقدر يبلع ريقه بسهوله، فيبتدي السلايفا اللي بتتجمع في بقه تقع بره درولينج ريل. كمان المشية بتاعته مميزة أو وقفته ومشيته، لما بيتحرك المريض بتاع باركنسونيزم ده الخطوات بتاعته بتبقى صغيرة short steps and shoes shuffling. short steps ليه؟ عشان الهايبوكاينيزيا ايه؟ decrease range of movement، فخطوته بتطلع صغيره. والشفلينج ده يعني ايه؟ يعني ماشي رجله بتحك في الارض، بتكحت في الارض. سببها ايه؟ سببها الهايبرتونيا، يعني لما عضلات الرجل بتبقى التون فيها عالي فبتبقى اكنها متكتفه، يقوم ما يرفعش رجله وهو ماشي من على الارض كفايه، ما بيعرفش او ما بيلحقش يرفع رجله من على الارض كفايه، فبينقل رجله لقدام وهي لسه ملامسه للارض،
رجله ماشية تحك في الأرض. This is called shuffling. ده بالإضافة طبعا أنه أثناء المشي ما عندوش swinging of arms ولا عنده الحركات المصاحبة الأخرى للمشي. طيب دول المانيفستيشنز اوف ذا باركنسونيزم. العنوان اللي قصادنا ده يدينا انطباع ان احنا دلوقتي هنفهم الباركنسونيزم بيحصل ازاي، وده الحقيقه مش هيحصل. ليه؟ لانه لغايه دلوقتي مفيش تفسير كامل للميكانيزم اوف ذا ديزيز. اللي متأكدين منه شوية معلومات هنعرفها مع بعض، لكن لا ترقى إلى كونها توضيح كامل للديزيز بيحصل إزاي. طب اللي احنا عارفينه اللي أنا هقوله لكم ده، البيزك ديفكت في الباركنسونيزم إن ما عندناش دوبامين. الدوبامينيرجيك نيورونز اللي في السبستانشا نيجرا ديجنريتد. فالانهبيتوري افكت بتاع الدوبامين على الاسترياتم مفيش موجود. طيب هو نورمال الاسترياتم دي بيجي لها اكسيتاتوري انبوت من الكورتكس عن طريق الاستايل كولين كولينرجيك، ومن بيزل من السبستانشا نيجرا بيجي لها دوبامين سكريتنج ديسشارج which is inhibitory. نورمالي بيبقى في بالانس ما بين الاكسيتيشن اللي جايه من الكورتكس والانهبيشن اللي جايه من الدوبامينرجيك نيورونز اوف ذا سبستانشا نيجرا. دلوقتي بقت الاسترياتم معرضه لإكسس ستيميليشن، البالانس بقى في صالح الكولينرجيك فايبرز، فده يخلي الاكتيفيتي بتاعت الاسترياتم تعلى. يعتقد ان ده السبب في حدوث الريجيليتي والتريمورز، لانه زي ما انتم تقدروا تلاحظوا ان التو مانيفستيشنز دول الريجيليتي والتريمورز بيشملوا زياده في المسل اكتيفيتي. طيب كمان absence of dopamine effect على الليمبك سيستم يعتقد انه مسؤول عن الايكاينيزيا. مين هو الليمبك سيستم ده؟ هو جزء من السريبرال كورتكس مسؤول عن الايموشنز. loss of dopaminergic influence على الليمبك سيستم يعتقد انه هو اللي مسؤول عن صعوبة بداية الحركة في العيان بتاع الباركنسونيزم. طيب ازاي بيتعالج الباركنسونيزم؟ برضو الامانة تقول انه بالرغم من تعدد طرق العلاج اللي احنا هنذكرها، لكن مفيش ولا طريقة علاج ناجحة بنسبة 100%. افضلهم اللي هنقولها اول حاجة دي، عدم وجود علاج ناجح بنسبة 100% سببه في المقام الأول إنه إحنا مش فاهمين المشكلة إيه بنسبة 100%. وعشان مش فاهمين المشكلة إيه فإحنا مش قادرين نعالجها. طبعا العلاج الأولاني ده هو علاج باستخدام مركب الـ دوبا. الدوبا ده هو intermediate compound في سكة تصنيع الدوبامين، هو البريكيرزر بتاع الدوبامين. احنا بنديه عشان يتحول جوه البرين الى دوبامين، محاولة لتعويض نقص الدوبامين اللي نشأ من الديجنريشن اللي اصاب السبستانشا نيجرا. بينجح في 70-80% من العيانين بيتحسنوا، وبيتحسن اكتر الريجيليتي والايكاينيزيا، لكن التريمورز عاده ما بتتحسنش قوي. ليه برضو؟ الله اعلم.
طيب نمرة اتنين، ندي انتي كولينرجيك دراجز. ايه الفكرة يعني؟ هرجع للسلايد ده. فاكرين ما قلت لكم ان احنا نورمالي عندنا بالانس ما بين الانهبيتوري افكت بتاع الدوبامين والاكسيتاتوري افكت بتاع الاستايل كولين عند الكوربس استرياتم؟ لما الدوبامينرجيك نيورونز ماتت فالبالانس ده اختل، بقى فيه اكسس استايل كولين، فهو ده اللي مسبب النشاط الزائد للاسترياتم اللي عامله الريجيليتي والتريمورز. طيب ايه المانع ان احنا نحاول زي ما الدوبامين قليل نقلل الاكشن بتاع الاستايل كولين فندي انتي كولينرجيك دراجز بتستخدم، بتجيب نتائج كويسه مش قوي بس بتساعد، بس مضاعفاتها او اعراضها الجانبيه كتير قوي لانها مش بتبس مش بتاثر على الكولينرجيك ريسبتورز عند الاسترياتم، ده بتاثر على الكولينرجيك ريسبتورز في الجسم كله. انتوا عارفين ان الباراسيمباثيك نيرفز كلها شغاله على كولينرجيك ريسبتورز، وبالتالي انا مش بس بمنع الاكشن بتاع الاستال كولين عند الكوربس استرياتم، لا ده انا بمنع الاكشن بتاع الاستال كولين على الجسم كله، فيقوم يحدث مضاعفات كثيره على الهارت وعلى اللنج وخلافه، وبالتالي ده بيحد شويه من استخدام الانتي كولينرجيك دراجز في علاج الباركنسونيزم. نمرة ثلاثة سيرجيكال تريتمنت. لسبب برضو مش مفهوم بالكامل، لما بيتعمل باليديكتومي يعني اكسجن اوف ذا جلوبس باليدس اعراض الباركنسونيزم بتتحسن على الاقل الفترة، بس طبعا لانه العلاج ده يتضمن جراحة في البرين ونتائجه مش دائمة فاستخدامه قليل قوي. نمرة أربعة implantation of dopamine secreting tissue. الفكرة بتاعت العلاج ده ايه؟ ان احنا ناخد النسيج الخلايا بتاعته بتفرز الدوبامين، بتصنعه وبتفرزه، ونزرع النسيج ده عند الاماكن اللي ناقص فيها الدوبامين، تبقى كانها مصنع بيولد الدوبامين اللي ناقص. طب بنجيب الانسجه اللي تطلع الدوبامين ده منين؟ من السوبر رينال ميدالا بتاعت نفس المريض، ناخد منها حته صغيره ونزرعها في البيتال جانجل. طيب بتنجح في بعض المرضى، بتنجح وفي بعض المرضى لا، وحتى المرضى اللي بتنجح فيهم درجة النجاح متفاوتة، فبرضه لأنها موضوع مش سهل فمش شائع الاستخدام. الطريقة الخامسة والأخيرة هي جين ثيرابي، علاج بزرع جينات تخلي خلايا معينة تفرز الانهبيتوري كيميكال ترانسميترز اللي تقدر تعوض غياب الدوبامين، وهذا العلاج لم يدخل في حيز الاستخدام الاكلينيكي لغايه دلوقتي، ما زال في الترايلز او المحاولات عليه. دول طرق علاج الباركنسونيزم اللي يبدو من كلامي عليهم كده ان العلاج الاولاني الليدوبا هو العلاج الشائع والمعتمد، مع ان نسبة نجاحه ما هياش مرتفعة قوي. كده احنا انتهينا من كلامنا على البيزال جانجليا، وبكرة ان شاء الله نبدأ نتكلم على السيربيلا. وعليكم خير. طب دكتور، نعم لو سمحت، هو ممكن بكرة نقدم المحاضرة؟ بكرة ايه، الخميس؟ عشان بس السي بي ال هيبقى الساعة 2 ف طيب عاوزين تخلوها الساعة كام؟ 10؟ نقدم؟ يا ريت 10. اوكي ما عنديش مانع. تمام، شكرا جدا يا دكتور.
اوكي ماشي حاضر ماشي يلا.